السلطات المغربية، والرجل الذي أستضيفه كان يمكن أن يصبح ضابطا باسم الاستعمار الإسباني أو ربما حاكما لمنطقة الصحراء، لكنه بات اليوم من أبرز المشجعين على الحكم الذاتي تحت رعاية العرش المغربي لهذه الصحراء. بين الاستعمار والحكم الذاتي قصة عمر وحوار ومفاوضات وحروب يرويها لنا خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للقضايا الصحراوية. حين وصلت إلى منزل رئيس المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء في المملكة المغربية خليهن ولد الرشيد، لفتني غنى المنزل وأناقته، وفكرت بالفارق بينه وبين الخيم التي زرتها قبل حوالي العامين في مخيمات تندوف الصحراوية حيث المركز الرئيسي لجبهة بوليزاريو. فهل في هذا الغنى ما يراد له أن يجذب أولئك المتعلقين باستقلال الصحراء لكي ينضموا إلى المملكة المغربية؟ ولذلك سألت ضيفنا في بداية هذا اللقاء من أين له ما ينعم به من رفاه وبعض الغنى. هذا من فضل ربي. كيف؟ يعني بمجهودي الخاص. شو تعمل في التجارة مثلا؟ لا، إلى جانب عملك؟ يعني لا يمكن لرجل جاء من إسبانيا إلى المملكة المغربية وبات وزيرا ونائبا أن يكون متمتعا بثروة، يعني من أين لك الثروة؟ لا، ليست لي ثروة، يعني لا تعتبر بيتي كثروة، يعني هذا بيت للسكن، يعني بعد سنين طويلة من العمل. ولكنني لست صاحب ثروة ولا صاحب مال. المجلس الملكي الاستشاري لديه مخصصات، لأنه أعلم أنه حين قام في السابق يعني من حوالي 20 عاما كانت مخصصاته قليلة وعاد الملك ورفع المخصصات. هذه المرة لديكم رواتب أنت كرئيس يعني مثلا؟ يعني عمل تطوعي بالنسبة للأعضاء. نعم. طيب، حضرتك تنتمي وفق ما قرأت إلى قبيلة كبيرة في الواقع في منطقة الصحراء، قبيلة الرقيبات كما يقال لها. نعم. أو الرقيبات، يعني الرقيبات باللهجة المحلية. ما هي أهمية هذه القبيلة؟ هل هناك إحصاءات لعدد سكانها مثلا، لعدد أفرادها بالأحرى؟ هل لها أهمية خاصة؟ هل لها تقاليد خاصة تفترق أو تميزها عن القبائل الأخرى؟ لا، قبيلة الرقيبات من ضمن القبائل الصحراوية، يعني ليست لها ربما عددها أكثر من القبائل الأخرى، لكنها من ضمن القبائل الأخرى، يعني ما هي من ضمن القبائل يعني الصحراوية الأخرى، يعني نعم. من أين أتت تاريخيا؟ هي قبيلة تنتمي إلى المولى إدريس، يعني منحدرة من مولى إدريس مؤسس الدولة المغربية. الرقيبات أدارسة مثل قبائل أخرى، يعني من قبائل الصحراء كذلك، مثل العروسيين، مثل شيخ ملعينين، مثل توبالت، مثل فلالة، يعني كلهم قبائل أدارسة تنتمي إلى المولى إدريس مؤسس الدولة المغربية، أي تنتمي إلى وخاصة الجد الموالي للرقيبات هو مولاي عبد السلام بن مشيش الموجود في إقليم تطوان. ولكم علاقات تاريخية مع المملكة كقبيلة؟ طبعاً، جدنا هو مولاي إدريس، يعني مؤسس الدولة المغربية، نحن من مؤسسين الدولة المغربية. يعني مؤمن خليهن ولد الرشيد بهذه الروابط التاريخية وروابط الانتماء التي تعود وفق ما روى لي إلى الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء والحسن والحسين، وهو كغيره من الصحراويين من أنصار العرش المغربي غالبا ما يذكرون بهذا الانتماء للتأكيد على مغربية الصحراء التي لا تزال محور نزاع بين الجانبين، والتي كانت محور حروب خطيرة بين جبهة بوليزاريو والمملكة المغربية. في التعريف بك قرأت ما يلي، أن إسبانيا في عهد الجنرال الإسباني سلازار الذي كان الحاكم العام للصحراء الإسبانية كانت تريدك حاكما للإقليم بعد رحيلها، وتم اختيارك بالتالي لرئاسة حزب الاتحاد الوطني الصحراوي، صحيح؟ صحيح، ليس على مستوى الحاكم سلازار، ولكن إسبانيا يعني في الدولة الإسبانية كانت تريد بطبع الحال أن أتولى رئاسة مشروع دولة. لماذا اختارتك إسبانيا أنت وليس أي شخص غيرك؟ كانت تثق بك؟ لا، يعني ليس موضوع ثقة، وإنما ربما موضوع تأهيل، يعني أو موضوع يتعلق
لا أدري ما هي الأسباب في الحقيقة التي جعلتها تختار نتولى هذا الموضوع، لكنني لا شك بأنه من أولئك الأوائل الذين كانوا يبحثون على تغيير سياسي في المنطقة. ماذا كنت تفعل آنذاك؟ كنت أتولى العمل في شركة، أول عمل لي في القطاع الخاص وفي شركة إسبانيا قالها لاند روفر، سانتانا لاند روفر. كنت بدأت تهتم بالشأن السياسي؟ طبعا أنا مهتم بالشأن السياسي منذ صغري يعني كثير يعني. كنت مع في بداية عمل السياسي كانت مع السيد محمد بصير حينما جاء للصحراء 68. من إسبانيا قرر خليهن ولد الرشيد الالتحاق بالمملكة المغربية. كانت إسبانيا تحتل الصحراء، ولكن الملك المغربي الراحل الحسن الثاني قاد في منتصف السبعينيات المسيرة الشهيرة التي عرفت باسم المسيرة الخضراء، ونجحت خطوته تلك في إجلاء المستعمر الإسباني عن تلك الأرض التي ما انزال عنها ثقل الاستعمار حتى غرقت في حرب الانفصال والاستقلال والانضمام. فجبهة بوليزاريو تطالب بالاستقلال، والمملكة المغربية تتهمها بالانفصال وتطالب بضم الصحراء التي تعتبرها حقها الطبيعي. وكان ضيفنا خليهن ولد الرشيد قرر الانتقال من إسبانيا إلى المغرب للالتحاق بما يعتبره الوطن الأم، وفي انتقاله هذا قرر التخلي عن فكرة الكيان المستقل للصحراء رغم أنه كان في طليعة المناضلين للاستقلال. حينما قررت التخلي عن كيان مستقل في الصحراء وقع اتصال بيني وبين جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني. لأنه في البداية، اسمح لي بالمقاطعة لو سمحت سيد ولد الرشيد، أنه في البداية كنت تناضل من أجل استقلال الصحراء في مرحلة معينة. نعم، لأنه لدي حتى يعني خطاب لك بعتقد في 74 أو 75. نعم، وكنت تدعو فعلا لاستقلال الصحراء وما إلى ذلك. يعني ما الذي جعلك تتخلى عن هذه الفكرة وتقرر الذهاب إلى المغرب والانضمام إلى المملكة المغربية؟ ممارستي للعمل السياسي حينما أسست الحزب الوطني الصحراوي هي التي جعلتني أتخلى عن فكرة الانفصال، لأن مجتمعنا الصحراوي مجتمع قبلي، كما أنني يعني بكل نزاهة وبكل موضوعية لم أرى مستقبلا لدولة لا يتعدى سكانها العدد القليل يعني، ومتوزعة إلى عشرات القبائل وفيها نزاعات قبلية قديمة. واخترت في النهاية بعد تفكير وتمعن أن أفضل الوحدة على الانفصال، ولهذا قررت المجيء إلى المغرب. كان صعب الانتقال؟ يعني انتقلت بشروط صعبة من إسبانيا إلى المغرب؟ كان لا، لم أنتقل بشروط بأي شرط يعني، لكنه كان انتقال صعب من ناحية نفسية صحيح، لأني جئت لبلد لم أدرس فيه، لا أعرف فيه أحدا، أو على الأقل لا أعرف الكثير من المسؤولين الكبار الذين كانوا يسيرون البلد. لكنني قررت في النهاية أن أتخذ هذا القرار رغم كل الصعاب يعني النفسية بالنسبة لي يعني. متى حصل ذلك التاريخ بالضبط يعني؟ حصل في منتصف شهر ماي 75. طيب، يعني نعرف انه كان اعقب هذا التاريخ تاريخين على الاقل حصل فيهما محاولتان للانقلاب على الملك. الملك كان اكثر، بدا يصبح اكثر تشددا في القبض على المملكه. كان يعجبك الملك الحسن الثاني مثلا؟ كنت تنظر اليه نظره ايجابيه انذاك وانت في اسبانيا؟ حينما كنت في إسبانيا بطبع الحال الصحراويين كلهم كصحراوي كانوا ضد محاولة الانقلابات. ولكن سؤال عن شخص الملك. طبعا يعني رغم أن الصحافة الإسبانية كانت تصور صورة لجلالة الملك وللمغرب بصفة عامة وللعرب بصفة عامة، ولذلك صورة سوداوية، ولكنني لم أكن معها، وهذا السبب من الأسباب الذي جعلني أن أتي إلى الملك يعني. متى التقيت بالملك الحسن الثاني للمرة الأولى؟ أول اتصال لي كان بجلالة الملك كان اتصال هاتفي. حين وصلت؟ لا، قبل أن أصل. نعم. من إسبانيا؟ لا، لم يكن من إسبانيا. من وين؟ لأن تحدثت للتاريخ يعني. من سويسرا.
ثم التقيت جلالة الملك يوم 19 ماي. أول اتصال بينك وبين الملك الحسن الثاني ماذا قلت له؟ قلت له بأني آتي لتقديم الولاء له، التنازل عن الانفصال. لماذا أجابك؟ بالترحاب الكبير. تتذكر شو قال بالضبط ولا لا؟ قال لي مرحبا بك في بلدك. طيب ومتى التقيت للمرة الأولى؟ التقيت يوم 19 ماي 75 في قصر فاس. ماذا حصل؟ كان هو آنذاك كان أولا كان مريض بزكام يعني في فاس، ورغم ذلك استقبلني و يعني الاستقبال حارا حار جدا وودي جدا ويعني وقدمت له فرائض الولاء والإخلاص، ثم أجابني بخطاب يعني جميل جدا وتاريخي كذلك، لأنه تكلم على الصحراويين وعلاقة العرش العلوي بالصحراويين وعلاقة الملك بالصحراويين، وكان أول اتصال بيني وبينه، وكنت يعني كان في بالضبط فيما كنت أتصوره يعني ملك عظيم. يعني قبلت يده في المرة الأولى؟ نعم شيء، أما يعني كان بين تقبيل اليد والكتف يعني. نعم خصوصا نعم. أنه الصحراويين ليست لديهم هذه العادة، يعني نحن لم تكن لنا عادات بروتوكولية، ولكننا تعودنا بسرعة يعني. طيب على ما اتفقتما في الجلسة الأولى مع الملك الراحل؟ كانت جلسة يعني ممتعة جدا، يعني ممتعة على شك، ولكن على ما اتفقتما؟ اتفقنا على طريقة استرجاع الصحراء. كيف؟ بالسلاح؟ السلام؟ لا بإقناع الصحراويين. بالسلام. بالسلام يعني. شو كانت الخطوات الأولى التي تم إقرارها؟ وضع جلالة الملك برنامج وقدمت له اقتراحات وتصورات لإنجاز ذلك البرنامج، وأبدأنا فيه حتى تمت المسيرة. تولى خليهن ولد الرشيد مسؤوليات كثيرة في المملكة المغربية منذ انضمامه إليها، فهذا الصحراوي المولود عام 51 والمنتمي إلى قبيلة الرقيبات العريقة كان أصبح وزير دولة أو كاتب دولة كما يقال هنا في المغرب العربي لدى رئيس الوزراء، وأصبح نائبا عن منطقة العيون. وخليهن الذي أسمته أمه بهذا الاسم لكي يحفظه لها الله، كان أسس في شبابه حزب التجمع الوطني المستقل، ومنذ عام 83 تولى رئاسة المجلس البلدي لمنطقة العيون. لكن أول ظهور سياسي لافت له كان حين انتقد بشدة القيادية اليسارية الشهير المهدي بن بركة وحزبه، تماما كما اختلف جذريا في مرحلة لاحقة مع وزير الداخلية السابق والرجل القوي سابقا إدريس البصري. كان يعني الظهور الشهير خلال ملتمس الرقابة في مجلس النواب، ولم أتهم أي أحدا بأي شيء، لكنني دافعت عن الحكومة حسب ما يلزم كل أعضاء الحكومة في هذا الوقت في الكثير بشكل من مختلف طبعا. في الكثير مما قرأت قلت أنك اتهمت الاشتراكيين بالتآمر وسميت المهدي بن بركة، فعلا لم تتهم ولم تسمي آنذاك؟ لا، أولا لم أتهم أحدا بأي شيء، لكنني دافعت بشراسة عن موقف الحكومة بصفة عضو في الحكومة، وحسب ما سمعته من الاتهامات التي قدمت آنذاك، ولم أسمي أحدا. سميته بطبع الحال ربما المهدي بن بركة وعلى الفاسي كزعماء المعارضة في الرد، يعني في الرد على الاتهامات التي قدمت لي، ولكنه كان يعني كان موقف عادي في إطار ملتمس رقابة في مجلس النواب. لن نتوقف كثيرا عند ما حصل من اتهامات واتهامات مباشرة، ليس هذا هو صلب الموضوع، ولكن هناك رجل العلاقة معه كانت مفصلية في تاريخك، هو وزير الداخلية السابق والرجل القوي إدريس البصري. وفهمت أنه عام 92 حضرتك وجهت إليه اتهامات مباشرة بقصة تزوير الانتخابات، وأعتقد أنه كان الأمر مفصليا حتى في تجربتك. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ يعني إدريس البصري كان زميل لمدة طويلة في الحكومة، يعني 17 سنة. وبطبع الحال يعني هذا كان في فترتي حينما كنا في الحكومة، ولهذا لا أرى يعني
أي سبب للكلام على 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 هذا الزميل وهو لم يبقى في في السلطة؟ يعني نحن نرى سببا لنعرف بك وبالمحطات الرئيسة، فقط وددت أن أسألك هل فعلا اتهمته آنذاك بتزوير الانتخابات؟ ربما كانت لنا خلافات واسعة. نعم. شو كان سببها؟ من ضمنها الانتخابات، من ضمنها. من ضمنها أيضا القضية الصحراوية، يعني لأنه كان معروف أنه إدريس البصري كان يود أن تكون كل الملفات في يده، وحضرتك كنت تود أن تعمل أيضا أجل قضية الصحراء أو الشؤون الصحراوية من جهة أخرى ومنفصلا أو منعزلا عن وزارة الداخلية، أو على الأقل بتنسيق يعني من الند إلى الند وليس كتابع لإدريس البصري. وفهمت أنه حصلت خلافات كثيرة حول هذا الموضوع، لبل أنه عام 99 أعتقد أنك اتهمته بسوء إدارة الشؤون الصحراوية، ولذلك أسألك عن الموضوع، يعني هل أثر عمله عليك وهل هو كان سبب إبعادك لفترة عن الأضواء، عن السلطة، عن المواقع السياسية التي اهتميت فيها في بالشؤون الصحراوية بشكل رسمي يعني وليس فقط في منطقة العيون؟ لا، هو الخلاف لأنه أولا أنا كنت دائما بطبع الحال لم أتبع لأي فترة من الفترات، لا للداخلية ولا لإدريس البصري ولا لأي أحد آخر. أنا كنت تابع دائما لجلالة الملك. هو كان يرعاك طبعا بوصاية خاصة يعني. لا، الملك، جلالة الملك يعني. فبطبع الحال هناك خلافات مع إما داخل الحكومة أو خارج الحكومة على طريقة تسيير الأمور، وخاصة في الملف في الصحراء، فصارت خلافات بطبع الحال على ما صار كيفية اختيار السياسة المتبعة، وبطبع الحال ربما رؤيته قد انتصرت في فترة من الفترات. شو السبب؟ استطاع أن يؤثر على الملك بشكل خاص مثلا بأسلوبه بطريقته؟ أو ربما لأنه كان يتوفر على جميع أدوات التأثير المالية والسياسية والأمنية؟ ربما. ممكن تحدد لي ماذا كانت طبيعة الخلاف على المسألة الصحراوية بينك وبينه لإدريس البصري؟ الخلافات تتعلق بتسيير الملف يعني ككل. كيف مثلا؟ تسيير الملف داخليا، تسيره خارجيا، تسيره في جميع الواجهات، يعني أنا لم أكن متفق في أي وقت من السياسة المتبعة يعني. على كل حال كان صوتك يعلو في مرات عديدة. صحيح. وحين كانت الوفود الرسمية تذهب إلى منطقة العيون كانت الصحف أو من يجرؤ من هذه الصحف يكتب في الواقع ما تقوله من انتقادات علنية وبصوت عالي وفي مرات بشكل قاسي ضد هذه الوفود، ولكن قليلا ما كانت تتكلم الصحافة. صحيح. قليلا جدا يعني. ليش؟ لأنه كانت تحت سيطرة إدريس البصري أو تخاف منه ربما. أو ليست متفقة مع أقوله، لكنني كنت أقول بكل جراءة، وكذلك في داخل الحكومة يعني حتى في حينما كنت عضو في الحكومة وخارج الحكومة كنت أقول رأيي بكل حرية يعني. والتاريخ يعني بيّن بكل وضوح بأن السياسة التي كانت متبعة لم تكن سياسة حكيمة يعني. يعدد رئيس المجلس الملكي الاستشاري المغربي خليهن ولد الرشيد الكثير من الأخطاء التي حصلت في إدارة أزمة الصحراء أو إدارة ملفها، وهذا الأمر خضع على مدى أكثر من ربع قرن لجدل داخلي كبير في المملكة المغربية وبقي معظمه بعيدا عن الأضواء. ذلك أن توحد العرش المغربي ومعظم الأحزاب والقوى الشعبية حول فكرة استعادة الصحراء لم يحل دون مشاكل داخلية بين الذين أداروا ملف الصحراء، خصوصا أن الصحراويين القاطنين في كنف المملكة المغربية كانوا في مرحلة معينة مستبعدين عن المشاركة في إدارة هذا الملف. فما هي أبرز تلك الأخطاء؟ اتفاقية هيوستن. شو كان الخلل فيها؟ عدم معرفة الملف. هذا الأمر الوحيد؟ لا، ليس الأمر الوحيد، الممارسة كذلك للسياسة الداخلية في المنطقة، ابتعاد الصحراويين عن القرار، اتساع رقعة، عدم الثقة بين الإدارة والصحراويين،
عدم الجدية فيما يتعلق بالتوجه لدى الميدان بصفة واضحة تجعل انتصارات المغرب أكثر. يعني كثير من هذه الأخطاء كثيرة جدا وجسيمة جدا يعني. وتحدثت حضرتك في بعض المراحل عن تمييز ضد الصحراويين حتى في منطقة العيون عمليا، يعني مرات عديدة كانت تجرى معك مقابلات، خصوصا حين انفرج الوضع الإعلامي وبدأت تنشر هذه المقابلات كنت تتحدث عن تمييز. لا يعني التمييز يعني كنت تتجنب كلمة عنصرية ولكن تتحدث عن تمييز. لا أتحدث عن إبعاد. لا تمييز في لا كلام لألك صحيح مقابلات. صحيح يعني بمعنى الإبعاد. كلما أبعد الصحراويين عن القضية كلما تأزمت القضية. يعني مثلا كنت تقول أنه قد يصل شخص من الشمال المغربي اليوم ويبدأ غدا بامتيازات أفضل من ابن منطقة العيون الذي يعيش فيها منذ فترة طويلة، ليس لأصول الشخص وإنما لأن هناك سياسة متبعة في هذا الميدان كانت يعني، فهذه السياسة تبعد الصحراويين عن الدولة عن الإدارة وتجعل عدم الثقة يتسع أكثر. يعني كلما اتسعت سياسة إبعاد الصحراويين عن القرار الذي يعنيهم كلما تأزمت الأمور ولأسباب مختلفة من ضمنها هذا السبب. يعني شبه جزيرة تبدو كنقطة على الخريطة لكنها إنجاز غير مسبوق في الهندسة، وصلة وصل جوهرية في اقتصاد المنطقة. هونغ كونغ مكان صغير بأحلام كبيرة في برنامج مدن عملاقة، يأتيكم الأربعاء في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة. حين قام الملك المغربي محمد السادس بزياراته الأخيرة إلى الصحراء قيل الكثير عنها، فالبعض اعتبر الأمر ردا على ما قامت به بوليزاريو عند الحدود، والبعض الآخر رأى فيها رسالة إلى الجزائر، والبعض الثالث ربط ذلك بطرح الملف الصحراوي على مجلس الأمن. وأما الملك محمد السادس فإنه قام بعدد من الخطوات التي وصفت بالهمة، حيث أنه أعلن من قلب مدينة العيون الصحراوية الشهيرة تأسيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية الذي يضم حوالي 40 قبيلة، ومن هناك أيضا أعلن فكرة الحكم الذاتي. تعيين أعضاء المجلس الملكي تم على أساس تعيين ملكي. إذن جلالة الملك اختار التعيين بدل الانتخاب، وهذا طبيعي لأنه هذا مجلس ملكي قبل أن يكون مجلس تشريعي أو مجلس من نوع آخر. نعم. ولكن من المفترض أن يمثل كل الناس. لا هو يمثل كل الناس. حينما نتكلم على المجتمع الصحراوي هو مجتمع قبلي، إذن جميع القبائل ممثلة في المجلس. طيب كيف تفهم بعض الاعتراضات إذن؟ لا يعني هو لم تتم اعتراضاته، وهناك رغبات في دخول المجلس. الجميع يريد دخول المجلس، طبيعي بأن 141 لا تتسع لجميع الصحراويين. طيب سمعت مثلا أنه هناك اثنين بالأحرى متوفيان. لا هذا غير صحيح يعني. مش صحيح لا الكلام. لا. هذا يعني بنيت على خبر غير صحيح. غير أن بطبيعة الحال التمثيل الملكي التمثيل القبلي يخضع إلى نزاعات، من يمثل القبيلة، من هو الأفضل لتمثيل القبيلة. إذن للخروج من هذا الحلقة التي تدور دائما حينما نتجه إلى التمثيل القبلي، فالمجلس يمثل، يمكن أن نقول عليه دون خطأ بأنه يمثل جميع قبائل الصحراء، لكنه لا يمثل كل الناس. اسمح لي سيدي أنه في بعض يعني ما قرأت في الأرشيف الذي جمعناه حول التركيبة حول بعض الانتقادات التي حصلت،
أنه بعض الناس يقول التالي مثلا، سأقرأ لك ما اختصرته لكي لا نقرأ كل شيء. يعني مثلا أحد الكتاب والنقاد في مدينة العيون يقول أن المجلس يضم كبار المقاولين بالصحراء من الذين لهم مصالح خاصة مع الدولة، والذين جلهم يمثل برجوازية مخزنية، والذين جعلت منهم المؤسسة المغربية الرسمية زعمات محلية موالية لها عبر الإغراءات والهدايا والامتيازات. يعني مثل هذا الكلام طبعا سترد عليه لا شك بالدفاع عن وجهة النظر الأخرى، ولكن ما يسبب، من الذي يقف وراء هذه الاتهامات؟ ما الذي يسبب بصدور مثل هذه الاتهامات برأيك؟ لا، أنا لن أدافع على هذا الاتهام لأنني أدافع على وجهة نظرة الدولة، لا أدافع عن الموضوعية. هذا الاتهام ليس صحيح. أولا، عدد المقاولين الذين يوجدون في المجلس الملكي قليل جدا، هناك مقاولين كثيرون لا يوجدون في المجلس، كما أن قالبية أعضاء المجلس الملكي هما ناس عاديون من شباب ومن تمثيل. يعني لا يمكن إطلاقا، وهو خبر زائف، أن نقول بأن أعضاء المجلس الملكي هم يمثلون البرجوازية، لا، هذا بعيد كل البعد، لأن أول البرجوازية في الصحراء قليلة، وهذا اتهام يعني لا علاقة له بالحقيقة. مهما قيل عن المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية في المملكة المغربية، فإن حقيقة الأمر أن الملك محمد السادس أراد من خلاله إعادة الثقة إلى العلاقة بين العرش والصحراويين، خصوصا أن منطقة العيون وغيرها من تلك الواقعة في كنف المملكة المغربية كانت قد شهدت في فترة سابقة تظاهرات رفعت فيها أعلام بوليزاريو، وذلك احتجاجا على الأوضاع القائمة هناك أو تعبيرا عن بعض الشعور بالتمييز. وحين قام الملك محمد السادس بزيارته الشهيرة إلى منطقة العيون، أعلن عن فكرة الحكم الذاتي التي اعتبرها البعض حدثا تاريخيا في مجال منح مزيد من اللامركزية للصحراويين، بينما رأى فيها البعض الآخر تجديدا لفكرة الجهوية التي كان تحدث عنها الملك الراحل الحسن الثاني. يعني الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الممكن والقابل للتطبيق من وجهة نظركم؟ لا، ليس من وجهة نظرنا، من وجهة نظر موضوعي للمشكل. يعني الحرب فشلت، الاستفتاء غير ممكن، الاستفتاء المبني على تحديد الهوية، إذا لم يبقى هناك إلا حل توافقي، ما تسميه الأمم المتحدة الحل السياسي. طيب كيف يكون توافقيا؟ يعني هل هو قابل للتعديل هذا الاقتراح؟ هو قابل لدراسة محتوى يعني المحتوى، وليس للتعديل كاقتراح. لا، ليس فيما يتعلق باختيار اختيار آخر غير الحكم الذاتي. الحكم الذاتي هو مضمون، ويمكن للبوليساريو أن يشارك في سياقة مضمونه. طيب صحيح، وحضرتك يعني اقترحت في مرحلة معينة أنه لما لا يكون مثلا سنساعد، قلت محمد عبد العزيز، على أن يكون الرئيس الأول ربما للسلطة، سلطة الحكم الذاتي. ولكن إذا اقتراح الحكم الذاتي لا يمكن إدخال أي تعديلات عليه، ولا يمكن حتى مناقشته كمبدأ أو مناقشته كمبدأ، وإنما بتفاصيل كيفية إقامته. صحيح. فقط. طيب كيف ستحاول طرفا، أنت في حالة حرب معه حتى والآن في حالة هدنة، وأنت تقدم له اقتراحا غير قابل للتعديل؟ لا، أنا أقدم لك حل غير قابل للتعديل، ولكن مضامنه كلها قابلة للدراسة والتفاوض والنقاش. المهم المضمون يعني المحتوى وليس المبدأ. يعني المبدأ أنه الحكم الذاتي كحل نهائي لنزاع الصحراء، أي أن الصحراء تكون لها سلطة ذات حكم ذاتي يسير أهلها شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل السيادة المغربية. يعني وزارة خارجية، وزارة الدفاع ومن ذلك، كلها في يد الملك. لا، ماشي في يعني وكل صفات، كل ما هو صفات السيادة، يعني كل ما يرمز إلى السيادة سيبقى من سلطات الدولة المركزية. طيب الملك محمد السادس قال مخاطبا بوليزاريو طبعا دون أن يسميها: ستجدون الأذن الصاغية لأرائكم واقتراحاتكم. وحتى الآن لم نسمع بأي اقتراحات ولم نسمع بأي اختراقات حصلت في الواقع من جانب بوليزاريو أو من جانب الجزائر، وإنما كان رفض مباشرا لهذه الاقتراحات. هل حصل شيء ما لا نعرفه؟ هل مثلا بدأت الاتصالات معكم من قبل أطراف
قريبة من بوليزاريو أو داخل بوليزاريو؟ هل حضرتك بما لك من تاريخ صحراوي وربما علاقات أيضا استطعت أن تفهم شيئا آخر غير الذي يقال؟ لا، أولا يجب أن نفهم شيئا، هو أن الحكم الذاتي موجه لكل الصحراويين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. صحيح بأنه موجه كذلك إلى جبهة البوليساريو، لكن إذا تبين بأن جبهة البوليساريو هذا التنظيم السياسي العسكري لا يفهم شيئا في الواقعية ولا يعير لمصالح الصحراويين أدنى اهتمام، هذا تفهم يعني بطبيعة الحال بأن الصحراويين لن يقبلوا ذلك. طيب بما في ذلك سكان المخيمات، بما في، ولهذا نحن باتصال مع جميع الصحراويين بما فيهم أعضاء البوليساريو. كيف؟ اتصال مباشر. كيف اتصلوا بك؟ يعني هم يتصلون بي وأنا أتصل في اتصالات مع جماعة بوليساريو؟ طبعا. بقرار رسمي من بوليساريو؟ لا، ليست بقرار رسمي من بوليساريو، لأنه قرار البوليساريو ليس قرارا ديمقراطيا، وإلى حد الآن البوليساريو جماعة دقماتية. من الطبيعي أن يصف خليهن ولد الرشيد جبهة بوليساريو بالدقماتية وعدم الديمقراطية، فهو على طرف نقيض معها، وخلافات المملكة المغربية مع جبهة بوليساريو ألهبت الصحراء مرارا بنار الحروب التي لم تحل دون استمرار مشكلة لا تزال عالقة حتى اليوم منذ أكثر من ربع قرن. وقد كانت الجزائر متهمة دائما من قبل المملكة المغربية بالوقوف خلف تشدد بوليساريو، وحين أعلن الحكم الذاتي ارتفعت أصوات جزائرية ترفض ذلك أو ترى فيه هروبا إلى الأمام. رفض البوليساريو المبدئي أو البدائي أو الأولي يمكن أن أتفهم له، لكن لماذا ترفض الجزائر؟ يعني ما هو الشيء الذي يخول الجزائر أن ترفض أو تقبل وهي ليست طرفا في القضية؟ لا أدري، ولكن قالوا أنه هروب إلى الأمام، يعني سمعت ردة الفعل الأولى. يعني هذا الموقف لا أقبله من دولة تقول علنا بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، فلهذا يجب أن تترك البوليساريو وشأنه. وأنت تتعامل معها كطرف؟ لا، أنا أتعامل مع الجزائر بما تقول، أنا لست طرفا في نزاع الصحراء. وأنا ليست لي ناقة ولا جمل في موضوع الصحراء، موضوع الصحراء يتعلق بالمغرب والبوليساريو. إذن لا يمكن أن أقبل موقف رافض أو رفض أو قبول من الدولة التي تقول بأنها ليست معنية بالقضية. طيب اسمح لي، لو رفضت بوليساريو واستمرت برفضها، هي رفضت حتى الآن، لو استمرت بوليساريو برفضها، هل ستطبقون الحكم الذاتي على المناطق غير الخاضعة لبوليساريو؟ أولا أنا لست متأكدا يعني بهذا الرفض، لأنني متيقن بأنه حينما يتم إنجاز المشروع ويصبح المشروع حقيقة بأن الصحراويين سينضمون تحت هذا المشروع بما فيهم قالبية صحراويين. طيب لنضع الاحتمال الآخر، أنه استمر الرفض، ماذا رفض البوليساريو؟ رفض البوليساريو لا يساوي رفض الصحراويين. طيب ماذا ستفعلون؟ لا، عندئذ جلالة الملك هو الذي سيقرر ما سيفعله المغرب. في هذا البرنامج استضفت قبل فترة تقريبا قبل عام ونصف وزير الدفاع الجزائري السابق سيد خالد نزار، وقد شرح لي يعني أمام ملايين المشاهدين أنه اختلف في مرحلة معينة مع وفد من بوليساريو وطلب منه الخروج من المكتب، وقال لهم لا يمكن أن تقاتلوا إلى الأبد من على التراب الجزائري. في مرحلة معينة كنا بدأنا نشعر بتحول في الموقف الجزائري حيال بوليساريو، أو ربما الاتجاه إلى نوع من المصالحة مع المملكة المغربية الحقيقية حول هذه المسألة. أولا، ما هي المعلومات التي توفرت لديك حتى الآن عن حقيقة الموقف الجزائري؟ هل هناك اتجاه مثلا للقبول ولو بعد حين بهذا الاقتراح المغربي، خصوصا أنه حضرتك في كلامك كنت جد دبلوماسي، يعني تحدثت عن الشقيق عبد العزيز بوتفليقة، تحدثت عن تاريخه في العمل الدبلوماسي الطويل، وقلت أنه الجزائر أيضا رابحة لأنها سترتاح من هذا الهم كما وصفته الصحراوي، يعني تحملت الكثير حتى الآن. ولكن بالمقابل السؤال لا يزال قائما، يعني هل هناك تحول في الموقف الجزائري؟
لا يعني أنا الجزائر الجزائر دولة شقيقة للمغرب وجارة ومهمة جدا. ممتاز. بالنسبة لها هي تقول شيئا، هي تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء. طبعا هي معنية لأنه نزاع الصحراء يجري على حدودها، لكنها ليست طرف. حضرتك تعتبرها طرفا؟ لا هي ليس، لا لا أنا أعتبر ما تقول. الجزائر دولة أقامت ثورة مجيدة، الجزائر شعب عظيم. إذن توافق؟ إذن أنا أثق بما تقول. إذن توافق على أنها ليست طرفا؟ ليست طرفا. المشكل الصحراء هو مشكل داخلي مغربي. طيب. اتخذ أبعادا دولية للأسباب التي يعرفها الجميع. لكن الجزائر حينما تقول أنها ليست طرفا أنا أثق بها 100%. ولهذا أقول بأنني أطلب منها أن لا تكون عقبة فيما يتعلق بالحل الذي الحل الذي يوافق مصلحة الجميع، مصلحة الجزائر أولا، مصلحة المغرب، ومصلحة نحن الصحراويين يعني داخل المغرب. الجزائر تقول لجميع الناس ولجميع الهيئات بما فيها الأمم المتحدة بأنها ليست طرفا، وأنا أثق بهذا إلى حد الآن. طيب امتدحت كثيرا في الواقع الجزائر حتى الآن، هل جاءتك ردود فعل إيجابية من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟ يا أنا أتمنى أن يكون هذا استثمار للمستقبل، يعني آمل أن تنفرج الأمور ويكون إن شاء الله مشروع جلالة الملك فيما يتعلق بالحل النهائي حلا يرضي جميع الأطراف بما فيهم الجزائر. ولكن لم يأتك أي جواب إيجابي حتى الآن؟ يعني أنا لا يأس من الجواب في أي وقت. لم يأتي حتى الآن؟ لم يأتي حتى الآن، لأنه هناك كما قلت أوضاع نفسية بنيت بيننا وبين الجزائر يجب التقلب عليها ويجب الحديث بكل صراحة. طيب قلت ستستأذن جلالة الملك محمد السادس لربما طلب الذهاب إلى الجزائر ومناقشة الوضع، وربما الذهاب أيضا إلى المناطق الصحراوية الخاضعة لبوليزاريو، لماذا لم تفعل حتى الآن؟ لأنني أريد أن تتهيأ الأجواء النفسية. كيف؟ يعني أن يدخل هذا المشروع في قاموس المداولات، وأن يرى الجميع بأننا نعمل في إطار مشروع حقيقي وليس مناورة سياسية. الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قال في الواقع في تقريره الأخير أيضا أنه يؤيد حلا تفاوضيا، وتحدث عن سبب استمرار هذه المشكلة، ومن هذه الأسباب قال أنه الكثير من الدول تراعي مصالح الجزائر والمغرب، ما يعني مباشرة أنه لا يمكن التوصل إلى حل دون اتفاق المغرب والجزائر عليه، والاتفاق منتظر طبعا ولا ندري هل سيأتي أم لا يأتي. وهنا أود أن أسألك ولو باختصار، أنه حين تقول أنه من مصلحة الجزائر أن تقبل بهذا الحل للحكم الذاتي وما إلى ذلك، للجزائر مصالح كثيرة في الواقع في المنطقة في الصحراء، البعض يقول أنه أيضا بالنسبة لانفتاحها على الأطلسي، البعض اللي يتحدث عن مصادر وثروة وما إلى ذلك، لماذا تقنع الجزائر إن كنت اليوم تود أن تتوجه إليها بما لم تقتنع به سابقا مثلا؟ بأمرين، أولا أن الحل الحكم الذاتي سيجعل الجزائر مكرمة لدى الصحراويين لأنها دافعت حتى حصلوا على حقوقها، هذا أولا. كلنا ليس فقط طرف من الصحراويين. ماذا ستفعل بمصالحها؟ طيب كلها في إطار المغرب العربي، في إطار المغرب العربي جميع المصالح الجميع مضمونة، وليس فقط البحر أو المحيط في طرفه الجنوبي الذي سيصبح ملكا للجزائر، وإنما كل المحيط الأطلسي، لأن في إطار المغرب العربي المغرب كله سيصبح جزءا من الجزائر والجزائر جزء من المغرب. الجزائر ستخرج كاسبة ورابحة ومعززة. طيب قلت الشرط الأول مرضي في قضية الصحراء. طيب قلت الأمر الأول أنه سيتعزز موقعها عند الصحراويين. نعم. الثاني تحدثت عن سببين. الثاني المغرب العربي، وهو حلم الجزائر وحلم المغاربة والموريتانيين والتوانسة والليبيين، يعني الحلم الكبير التاريخي الذي لم نستطع تحقيقه إلى حد الآن سيتحقق داخل إطار توافق دون الرجوع إلى الماضي، أي أنه عفى عن ما سلف بالنسبة للجميع، بالنسبة للمغرب، بالنسبة للجزائر، أي أنه هذا الحل الذي يرضي جميع الأطراف دون أن يكون أي طرف خاسر في الموضوع.
ولأن الجميع يرفض الخسارة في الملف الصحراوي، فإن القضية الصحراوية تعقدت على مدى أكثر من ربع قرن. لا المملكة المغربية قادرة على التنازل، ولا بوليزاريو تراجعت رغم الانشقاقات التي حصلت في صفوفها، ولا الجزائر قررت التخلي عن دعم بوليزاريو. فالصحراء تشكل ورقة هامة في العلاقات المغربية الجزائرية، خصوصا بعد أن انسحبت منها موريتانيا. ورغم الأزمات والحروب، إلا أن الملك الحسن الثاني كان قد استقبل أكثر من مرة وفودا صحراوية للتفاوض، وكان الرجل الثاني في بوليزاريو بشير مصطفى السيد يقود أبرز تلك الوفود. فماذا يعرف ضيفنا خليهن ولد الرشيد عن تلك المفاوضات؟ المفاوضات التي كانت مهمة هي مفاوضات مراكش 88، استقبال جلالة الملك لأعضاء من قيادة جبهة البوليساريو 88. وكان جلالة الملك صادقا، هذا بعد اللقاء الذي حصل مع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد. نعم في الجزائر، يعني في القمة العربية التي وقعت في الجزائر. إذن كان اللقاء في مراكش لقاء ودي ولقاء حبي، وكان منتظر أن ينتج عنه حل نهائي، لكن الجماعة لم تقرر في النهاية المضي قدما في هذا الاتجاه. مين لم يقرر؟ جبهة البوليساريو. وهنا أيضا يعني هم يقولون أيضا يعني في كيفية شرح ما حصل في الواقع، على الأقل ما سمعته منهم يقولون إننا ذهبنا فعلا بفكر منفتح وقررنا الذهاب لجلالة الملك واستقبلنا بالترحاب وكان وديا، وقال لهم في إحدى الجلسات، أعتقد الجلسة الأولى أو الثانية، نحن كسبنا الحرب ولم نكسب قلوب الصحراويين، وقال سنفتح صفحة جديدة، وهم جاءوا بهذا الاستعداد. يقولون الذي عطل جزءا من هذه المفاوضات كان وزير الداخلية إدريس البصري، خصوصا حين استكملت هذه المفاوضات مع ولي العهد أنذاك الملك الحالي محمد السادس، ويبدو وفق ما قال بشير مصطفى السيد أنه في إحدى الجلسات أنب ولي العهد إدريس البصري لأنه أساء مخاطبة الوفد الصحراوي. هل كنت على علم بذلك أيضا؟ لا، أنا كنت في الحكومة، وكان الملك الحسن الثاني استشارني في الموضوع، كنت على علم على تفاصيل لقاء 88. نعم. ولكن 88 الذي لم يحسم قراره في الموضوع هو جبهة البوليساريو. كيف؟ يعني لم يردوا على الملك بما هو مقبول، يعني طيب كانت مطالبهم أكثر من السقف المطلوب. فيما يتعلق ب 96، لا اسمح لي قبل 96 لو سمحت سيد ولد الرشيد، تقول الملك أطلعك على جو المفاوضات، يعني هل يمكن أن تقول لي ما الذي حصل؟ لا، حصل أنه جبهة البوليساريو، الملك كانت له إرادة حقيقية في حل النزاع عنذاك، لكن الجبهة البوليساريو لم تحسم أمرها فيما يتعلق باتخاذ القرار النهائي في الجهوية أو ما كان يسمى أنذاك بالجهوية، أي الحكم الذاتي. طيب جلالة الملك رحمه الله اقترح أمرين أنذاك، يعني على الأقل وفق ما يقول جماعة بوليساريو، الأمر الأول وقف إطلاق النار، والثاني استمرار في المفاوضات، يعني لم يكن هناك سقف محدد لهذه المفاوضات. لا، كان لها سقف محدد. شو كان السقف المحدد؟ كان هو التنازل عن الانفصال. مطلب الأساسي كان التنازل عن الانفصال، وهو نفس الطلب الذي كان كذلك في 96، يعني مقابل ماذا؟ مقابل إعطاء الصلاحيات لأبناء المنطقة في إطارية جهوية موسعة آنذاك. لم يكلم على الحكم الذاتي، لكنها كان أولا التنازل عن الانفصال كشرط للمضي قدما في التفاوض. وجبهة البوليساريو لم تحسم أمرها لا في 88 ولا في 76 فيما يتعلق، وهذا هو مشكل جبهة البوليساريو، أنها لا تحسم أمرها فيما يتعلق بالقرارات التاريخية. خلينا من الاتهامات، يعني نتحدث عن معلومات. ليس اتهاما، هذا يعني تاريخ. تقول 96، ماذا حصل 96؟ لا، 96 أنا لم أكن في الحكومة، لكنه بحسب علمي أنه البوليساريو تراجع عن اليوم جو المفاوضات اليوم الأول من المذاكرة حسب علمي. الغريب ولم أكن يعني معنيا بالأمر مباشرة. الغريب أنه 96 لم تكن معنيا بالأمر مباشرة رغم أنك في صلب القرار الصحراوي. نعم. لماذا؟ بسبب خلافك مع البصري؟
ربما على كل حال كنت مبعدا عن الساحة السياسية. نعم. كنت تعرف تفاصيل المفاوضات أم فقط عموميات بشكل عام؟ لا، عرفت بعض من تفاصيلها. طيب ماذا في التفاصيل مثلا؟ يعني نحن لم نفهم حتى الآن إلا وجهة نظر الصحراويين الذين يقولون إن الملك أو المملكة هي التي تراجعت. لا لا لا، لا بدل، هذا غير صحيح. البوليساريو 96 جاء بإرادة تفاوضية قيرها اليوم الثاني من المفاوضات. ولسبب من الأسباب. شو؟ ما أعرف. هل جاءهم أمر؟ هل جاءهم توجيه؟ هل كثير من الأشياء لا تعرف، لكنه اختلفوا أو يعني تطرفوا في اليوم الآخر من المفاوضات. كيف مثلا؟ شو المعلومات؟ بالسقف، ما لا أعرف، لا أعرف. طيب حضرتك تفضلت أنه مستعد لمفاوضات بوليساريو. نعم. غدا صباحا يعني لا يوجد أي شك، طالما إذا قبلوا بالمبدأ وأرسلوا إشارات حول قبولهم بمبدأ الحكم الذاتي، أو إشارات للنقاش، أو إشارات للنقاش. نعم. دون أن يحددوا حكما ذاتيا للنقاش. وإلى ذلك. طيب ممتاز. ولكن ناطق باسم الحكومة المغربية في الواقع يقول أنه النقاش مع بوليساريو غير وارد. سيد بن عبد الله. نعم، أنا أتكلم باسم المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. نحن كصحراويين مستعدين أن نناقش. طيب كيف تبرر التناقض؟ لا، ما فيه تناقض، يعني ما لا أظن بأن فيه تناقض. نحن سنناقش في إطار، قلت، التآخي والتصالح التاريخي ما بيننا. أنا مستعد أن نناقش جبهة البوليساريو من اليوم في أي مكان شاءوا، وأن نطرح عليهم موضوع المشروع الحكم الذاتي كحل جدي، يعني أثق به أنا شخصيا بأنه حل تاريخي يضع نهاية للنزاع التاريخي داخل بلادنا. ممتاز. يعني لو المغرب الذي دفعهم، مغرب السبعينات الذي دفعهم إلى إنشاء جبهة البوليساريو لم يبقى هو المغرب السائد اليوم. طيب ممتاز. تغير. يعني لو غدا صباحا جبهة بوليساريو قالت أنها مستعدة للتفاوض بدون أن تحدد أي شيء، أنت مستعد للقاء ممثلي بوليساريو مثلا في الجزائر؟ نعم صحيح. أو في أي دولة أخرى؟ أو في التندوف، أو الذهاب إلى التندوف. نعم نعم. هل احتمال الحرب أو استئناف الحرب لا يزال واردا؟ لا، لا أظن ذلك. شو السبب؟ لأن الحرب كانت كارثية، وخصوصا علينا نحن الصحراويين، وأي اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه هو إجرامي وانتحاري، ولهذا الحرب لم تكن حلا في الماضي ولن تكن حلا في المستقبل، ولهذا أستبعد جدا أن تكون الحرب خيارا إلا إذا كان صاحبها انتحاري. الحرب ممنوعة والحل السياسي صعب طالما أن كل طرف متمسك بموقفه، والجميع يقول إنه راغب بالتوصل إلى تسوية، ولكن كيف ومتى ومن الذي يمنع ذلك؟ متى ستسقط الحدود ويلتقي أهل البيت الواحد بدلا من التشرد والخصام والحرب والاقتتال عديم الجدوى؟ أليس في منطقة العيون أهل لأولئك القاطنين في المناطق التي تسيطر عليها بوليساريو؟ أوليس في تندوف أهل لأولئك القاطنين في العيون وغيرها؟ أسئلة كثيرة ترسمها رمال الصحراء وتمحوها السنون، والأزمة مستمرة. فهل يكون الحكم الذاتي بداية للحل؟ وكيف يستطيع ضيفنا خليهن ولد الرشيد إقناع مواطن في تندوف بأن ينضم إلى المملكة المغربية؟ سأقنعه بأن الحكم الذاتي الذي نخطط لبنائه بطلب من جلالة الملك محمد السادس سيوفر جميع الظروف الكريمة للعيش الحر والكريم في وطن متسامح، وأن هذا الحكم الذاتي سيسمح لنا بتسيير شؤون أمرنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على شخصيتنا. حين ودعت ضيفنا خليهن ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري المغربي للشؤون الصحراوية، كان يناقش مع رفيقه الصحراوي ورفيقه في المجلس الدكتور ماء العينين تفاصيل مشروع الحكم الذاتي، وكانت الشمس تغيب عن رمال الصحراء وبحرها المجاور في منطقة العيون، وكان أهل المنطقتين الصحراويتين المتنازعتين
يحلمون ربما بأن تصبح أرضهم مرتعا للسياحة ومصدرا لرفاهية بدلا من النزاع والحروب. ولكن متى وكيف سيأتي الحل؟ للإعلان في شبكة الجزيرة.